أهلا بكم. ما مخاطر هيمنة الميليشيات على الثروة الزراعية في العراق، لا سيما في محافظة نينوى التي لم تستطع التخلص من الفصائل المسلحة منذ انتهاء العمليات العسكرية، وما تداعيات السيطرة على مخازن الحبوب من قبل تلك الميليشيات؟ الميليشيات في العراق تتمدد بجميع الاتجاهات، فبعد دورها في استهداف العراقيين قتلا وخطفا وتهجيرا واعتقالا، تضيف لنفسها دورا آخر في القضاء على البنية التحتية الاقتصادية والتجارية والزراعية في العراق، مستهدفة قوت الشعب. يسلط الضوء مشاهدينا الكرام على هيمنة الميليشيات على الثروة الزراعية في العراق، نشاهد بداية هذا التقرير. ذلك الداء العضال الذي ينهش جسد العراق ويتحكم بمقدراته سياسيا واقتصاديا، يستفحل ويزداد هيمنة يوما بعد آخر. فعلى أقل تقدير ظهرت 26 ميليشيا مسلحة في العراق خلال العام الماضي فقط بحسب معهد كارنيجي الأمريكي للأبحاث. مسؤولون عراقيون كشفوا عن هيمنة جديدة لعدد من الميليشيات المسلحة التي تنشط بمدينة الموصل وضواحيها على قطاع التسويق الزراعي والتصرف بمخازن حبوب القمح والشعير في وقت يغيب فيه دور الحكومة الحالية، محذرين من نتائج ذلك على قوت المواطنين. ميليشيا العصائب وكتائب سيد الشهداء تحديداً تمارسان ضغوطاً كبيرة على الشركات التابعة لوزارة الزراعة والتي تمتلك جميع ساحات خزن الحبوب وتخضعها لإملاءات بشأن خطة تسويق للسيطرة على الموارد المالية والزراعية والتحكم بقوت الشعب. هيمنة الميليشيات على القطاع التجاري والزراعي تسبب بخسائر وأضرار كبيرة، فضلاً عن عزوف التجار والمستثمرين عن العمل بحسب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجي الشنكالي، الذي أكد أن التحكم بساحات خزن الحبوب وبيع المحاصيل لتجار متعاونين مع الميليشيات تسبب بصعود كبير بأسعار المحاصيل مقارنة بقيمتها الحقيقية، واصفاً ما يجري من سيطرة الفصائل المسلحة والتجار المرتبطين بها بالفساد الكبير. محافظة نينوى لم تستطع التخلص من الفصائل المسلحة منذ انتهاء العمليات العسكرية، بل زادت هيمنة الفصائل والأحزاب الداعمة لها والتي تمتلك مكاتب اقتصادية تسيطر على المشاريع الاستثمارية والعقود بكافة مفاصل المحافظة، وبالتالي تحويلها إلى مصدر ربح مالي لها ولعناصرها. إذن نسلط الضوء في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام على هيمنة الميليشيات على الثروة الزراعية في العراق، لا سيما في محافظة نينوى. ورحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ عبد الله السلمان الكاتب والباحث السياسي، ضيفي عبر سكايب من كوبنهاجن. أستاذ عبد الله، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وضيوفك ومشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد الله، ورحب أيضا بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، انضم معنا عبر الهاتف من فيينا. أستاذ زياد مرحبا بك. اهلا وسهلا دكتور، تحياتي لك ولكل مشاهدكم الكرام لسيد ضيفك الكريم من كوبنهاجن. اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ زياد. بداية ابدا معك استاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، ضيفي عبر سكايب من كوبنهاجن. يعني تقارير صحفية كثيرة تحدثت عن سيطرة الميليشيات وهيمنة الميليشيات على مخازن الحبوب وكذلك مخازن المحاصيل في محافظة نينوى، ماذا يعني ذلك من وجهة نظرك؟ نينوى تشكل مفصل أساسي في المنطقة، وموقعها جيوسياسي مهم جدا لجميع أطراف المنطقة والطرف الآخر أيضا الموجود الداخلي، فهذه الأطراف كلها لها مصالح في الهيمنة على مدينة الموصل. المنافذ المهمة والأساسية في مدينة الموصل تعني الكثير للدول الإقليمية التي لها مصالح أخرى خارج الإطار الوطني العراقي. هذه القوى المتنفذة داخل العراق اللي هي بين قوسين الميليشيات هي أداة لهذه القوى، وليست تنفذ أعمالها فرديا أو حسب رغباتها الشخصية. فإذا هناك مشروع يهتم الإقليم يهتم به بخصوص الموصل، فالموصل مستهدفة لأكثر من طرف، وغياب السلطة واضح. فإذن نحن
إذا أردت نبحث في وجود الميليشيات فيجب أن نبحث في أجندة إيران في المنطقة وفي بالذات في الموصل. فالموصل تشكل بالنسبة لإيران معبر أساسي لمشروعها الاستراتيجي الذي تبحث عنه، ألا وهو من سوريا، من يعني من الموصل إلى الرقة، إلى حلب، إلى الساحل، إلى البحر الأبيض المتوسط. هذا ما تريده إيران من الموصل. فالموصل بحكم موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي تخضع لابتزاز كثير. أما الجيو اقتصادي المهم بالنسبة إلها، فهي تشكل العمود الأساسي للعراق كركن أساسي من أركان الأمن الغذائي للعراق، وأيضا لأن تحتوي على منتجات استراتيجية زراعية مهمة. هاي المنتجات تشكل مصدر اقتصادي لهذه الميليشيات ولهذا المنفذ، فذلك هي سيطرة على المحصول الاقتصادي الزراعي، يعتبر تمويل جاهز لثلاث مصادر: تمويل قيادات الميليشيات الصف الأول منها، وتمويل ذاتي لبعض الميليشيات إضافة إلى ما يأتيها من المركز، وتمويل أيضا إلى إيران والقطاعات الإيرانية التي تعبر من عبر الموصل إلى الرقة وثم إلى حلب وثم إلى الساحل. هذا ما تريده إيران من الموصل. فإذا الموصل مستهدفة من أكثر طرف. لا يغيب عنا أيضا الطرف الآخر اللي هو أربيل. أربيل أيضا لها مصالح خاصة تتناقض أحيانا مع هذا المشروع الإيراني، لأنه تريد أيضا نفس الطريق، لكنه يصب بمصلحة وجودها في مناطق الكردية اللي تسيطر عليها ما يسمى بالحكم الذاتي في أو الحكم الذاتي في سوريا. هذه أيضا لهم مصالح معينة. فإذا الموصل مستهدفة لهذه الأسباب. أما الهيمنة فتعتبر من أحد أهم وسائل ديمومة الميليشيات، ديمومة وجود إيران في المنطقة، الهيمنة الاقتصادية عليها. فتشكل الموصل يعني كخزين يعني اقتصادي مهم للعراق، لأنها تنتج وحيدة 600 ألف طن من الشعير ومليون و500 ألف طن من الحنطة، وبينما العراق كله ينتج من الحنطة مليونين و500 ألف. هاي الإمكانية السيطرة عليها تعتبر سيطرة مطلقة اقتصادية لصالح الميليشيات. فإذلال الموصل وتدميرها اقتصاديا يأتي بخلال يعتبر جزء أساسي من الهيمنة التي من أدوات الهيمنة التي تسيطر عليها الميليشيات. ابقى معي أستاذ عبد الله سلمان، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ زياد السنجري، الإعلامي والصحفي العراقي، لماذا برأيك يغيب دور الحكومة السلطات في نينوى وزارة الزراعة؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها في هذا الإطار؟ الميليشيات تستحوذ على الثروة الزراعية التي تمثل موردا اقتصاديا كبيرا يؤثر بالدرجة كبيرة على الاقتصاد العراقي. لماذا يغيب دور الحكومة أو الإجراءات التي تضع حد لهيمنة الميليشيات على هذه الواردات الزراعية وخاصة مخازن الحبوب؟ نعم، تحية مرة أخرى دكتور. الحقيقة ما يحدث في مدينة الموصل هو ليس في وزارة الزراعة فقط، بل في كل مفاصل الدولة. وغالبا ما الحكومة أو الإدارة المركزية تتغاضى عما تقوم به تلك الميليشيات. هذه الميليشيات تسيطر على كل شيء تقريبا، ولديها مكاتب اقتصادية. هذه المكاتب الاقتصادية مستحوذة بشكل تام على كل العقود، على كل الساحات، على كل ما يتعلق بالزراعة، بالصناعة، بالتجارة، بالأراضي، بعقارات الدولة. ولذلك هناك شركات معينة بحد ذاتها تتعامل مع وزارة الزراعة. وزارة الزراعة هي حصة لإحدى الميليشيات المسلحة في العراق لديهم جناح سياسي، فأصبحت وزارة الزراعة حصة لتلك الميليشيا، وهي من تدير وزارة الزراعة، فمنحت عقود إلى شركات تابعة لها، وهذه الشركات استحوذت بشكل تام على كل المخازن وكل
ما يتعلق بالحبوب والحنطة والشعير في مدينة الموصل ومحافظة نينوى التي تعتبر سلة خبز العراق، وهذا الأمر ليس بجديد عليهم، فالحكومة المركزية تصمت ولا تستطيع أن تحرك ساكنا. فهناك أكثر من خرق وأكثر من اعتداء جرى في مدينة الموصل، وهناك أكثر من مناوشة واشتباك مع تلك الفصائل المسلحة، ولكن بالنهاية لا يوجد إجراء حكومي حقيقي رادع لتلك الميليشيات. فالميليشيات التي مطلوب منها أن تردع في مدينة الموصل هي تجول وتصول في بغداد وتهدد المنطقة الخضراء وتقصف القواعد العسكرية العراقية وتقصف المطار والبعثات الدبلوماسية، فكيف لها أن الحكومة الضعيفة أن تجابه هذه الميليشيات؟ هاي إذا كانت تريد المجابهة أصلا. أما موضوع الحكومة لماذا لا تتخذ إجراءات حقيقية، فاستعرضنا الضعف ونستعرض جانب آخر، وأن هذه الحكومة هي وليدة من قبل الجناح السياسي لتلك الميليشيات، قائمة الفتح وبعض القوائم الأخرى التي اختارت رئيس الوزراء الحالي والسابق، هي قوائم تمتلك ميليشيات وتمتلك نفوذ وتمتلك فصائل مسلحة. هذه الفصائل المسلحة فرضت واقع معين وسيطرت على دوائر الدولة في كل العراق ومن ضمنها مدينة الموصل، وخاصة بعد 2017 عندما احتلت تلك الميليشيات، وسميها احتلال لأنها ترتبط بالقرار الإيراني ولا ترتبط بالقرار العراقي. وهذه الميليشيات هي للأسف وجه جديد من الاحتلال، فكان لدينا احتلال أمريكي واحتلال المالكي ما يسمى عندما قام ما قام به في مدينة الموصل، والاحتلال الداعشي أيضا لمدينة الموصل، واليوم لدينا الاحتلال الميليشياوي الولائي التابع إلى إيران، والذي يسيطر الآن بشكل كامل ومطلق على كل القرار في محافظة نينوى، ثاني أكبر ومدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق. نعم نعم استاذ زياد، ابقى معي لو سمحت، ساعود اليك مره اخرى. استاذ عبد الله سلمان، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد الشنقالي اكد ان التحكم بساحات خزن الحبوب وبيع المحاصيل لتجار متعاونين مع الميليشيات تسبب بصعود كبير باسعار هذه المحاصيل، واصفا ما يجري بالفساد الكبير. السؤال هنا، ما تداعيات الاستحواذ الكبير على مخازن الحبوب على الواقع الاقتصادي في العراق؟ استاذ عبد الله. الحبوب تشتريها الميليشيات من خلال السايلوات التي تسلم، المزارعين يسلمون محصولهم إلى السايلوات، وهي تشتريها منهم بحدود 200 ألف دينار للطن الواحد، وترجع تبيعها خارج المحافظة ب 400 ألف. هذا الفارق سيدخل جيوبهم، وهذا الفارق بما أنه يدخل جيوبهم أيضا يضيف كاهل على جميع أبناء العراق. لما لا يشتري حنطة يشتري شعير، هذا كله راح يشتري بأسعار مضاعفة، بينما ممكن للمزارع أن يشتري. وكيف يسيطر هو الميليشيات، كيف تسيطر على فقط الناتج الزراعي، تسيطر أيضا على المحروقات داخل الموصل، فتتحكم بالمزارع في الموصل أنه يأخذ منها ما تريد أن تعطيه فقط، المحروقات أيضا بيدهم. فلذلك تؤثر اقتصاديا على مجمل الوضع الاقتصادي العراقي، خصوصا المستوى الاقتصادي المتوسط والفقير الذي يتأثر بهكذا زيادات. بالتأكيد يعني ضعف السعر سيدفعه المواطن، ولا يدخل هذا الفارق إلى أي دائرة من دوائر الدولة كتعويض نهائيا. كل ما يدخل حتى كل ما يدخل ويدخل جيب الميليشيات والمصادر اللي قلنا عليها سابقا، أين تذهب الفروقات؟ أيضا هناك مسألة مهمة أساسية، أنه الفلاح في الموصل لا يستلم يعني مستحقاته عندما يسلم المبالغ، يسلم إنتاجه. لحد الآن هناك يعني تعثر في التسليم، في تسليم استلام حقوقه، وكذلك أحيانا كثيرة يعني نسبة الغالبية لم يستلم حقه السنوي لحد الآن من الجهات التي باع لها. هي تبيع بشكل شكلي إلى السايلوات، ولكن المشتري الحقيقي هم الميليشيات من خلال هيمنتها على شركتي العراق للبذور
وشركة ما بين النهرين للتسويق الزراعي. ماذا عن التجار المرتبطين بهذه الميليشيات؟ هذه هم هذا أدوات، هم أدواتهم. هذه في كل حالة فاسدة تنشأ مجموعة اقتصادية فاسدة، فهذول الوسطاء هم حالة فاسدة تكتمل بحالة الفساد العام اللي موجودة بالعراق. فبالتأكيد هذول هم أدوات الميليشيات خوفا وترغيبا يلتزمون بما تملي عليهم. طيب أستاذ عبد الله، يعني بطبيعة الحال هناك عنصران مهمان في عملية تسليم هذه المحاصيل واستلامها من قبل الشركات التابعة لوزارة الزراعة في المستودعات أو في المخازن المخصصة لخزن هذه المحاصيل. المسوقون، المزارعون، وكذلك التجار المرتبطون بالأحزاب. ترى هناك يعني ثمة من يقول هناك رأي لأعيان الموصل بحسب ملاحظاتكم واتصالاتكم بهم، ما الذي أخبروكم بشأن هذا الأمر؟ أعيان الموصل وكل أهل الموصل، يعني أجيب مثال، مثلاً كل الناتج الشعير صدر كله بالمطلق كله خارج مدينة الموصل، لم يبقى شيء إلى مدينة الموصل، بهذا نقص عندهم حتى الأعلاف نقصت عندهم، فهذا محاولة لإذلال المزارع في الموصل. أما كيفية الاستمرار بالإنتاج، هذا أمر خطير جدا، لأنه المزارع لم يبقى عنده حتى احتياطي للبذور، كلها تهيمن عليه الميليشيات. فهذا المخاطر الجمة التي يعاني منها المزارع في نينوى تنعكس تماما على اقتصاد المدينة واقتصاد العراق بشكل عام. هذه هي المخاطر الأساسية التي يعاني منها أهل الموصل وأعيان الموصل، وهم يعتقدون تماما أن الميليشيات لا تعمل بمفردها، إنما بتوجيه إيراني مطلق، وهذه هي الخطورة التي يعيشها أبناء الموصل. أستاذ زياد، يعني سيطرة الميليشيات وهيمنة الميليشيات على القطاع التجاري والزراعي في محافظة نينوى في الموصل، طبعا المعروفة بأنها يعني سلة الغذاء بالنسبة للعراق فيما يخص موضوع الحنطة، ما تداعياته على الواقع الاقتصادي للعراق؟ لا شك أن هناك تداعيات كبيرة دكتور، باعتبار أن هذه المحافظة هي تمتلك مساحات شاسعة لزراعة المحاصيل الزراعية، وأهمها أو أكثرها حاجة هي الحنطة والشعير. لذلك سيتأثر كل العراق الحقيقة، وليس محافظة نينوى فقط، بنقص الحبوب لكي يتم زراعة الأرض مرة أخرى، وكذلك من أجل توفير الأعلاف للحيوانات، وكذلك من أجل توفير بعض مواد أو فقرات الحصة التموينية وهي مادة الطحين الأساسية في صناعة الخبز والمعجنات وغيرها من الأمور. إذن التأثير سيطال حتى ابن البصرة وليس أبناء الموصل ومحافظة نينوى فقط. هذه الميليشيات هي هدفها الرئيسي عرقلة كل ما يمكن أن يوفر مبالغ نقدية للعراق. يعني باختصار، هذه الميليشيات دورها يرتكز على جعل العراق دائما بحاجة إلى الاستيراد من إيران. هذه الجزئية في هذا المنحب بالتحديد في وزارة الزراعة مطبق منذ سنوات طويلة على وزارة الصناعة، ومطبق على وزارة التجارة وبقية قطاعات الدولة ومن الخدمات إلى آخره. فاليوم لو تلاحظ سيدي الكريم أن العراق حالته الاقتصادية الصناعية التجارية الزراعية متردية جدا، وهذا الأمر هو مطلب وغاية هذه الميليشيات. فمن جهة هي تهيمن على مقدرات الدولة وتوفر الأموال لها، وبنفس الوقت تعرقل عملية الاكتفاء من بعض الفقرات وبعض الأمور التي يحتاجها العراق، ويضطر العراق إلى الاستيراد من إيران بمبالغ هائلة جدا. ولعل ما خرج من إحصائيات في العاصمة الحبيبة بغداد
أرقام مذهلة عن حجم الأموال والعملة الصعبة التي تذهب إلى إيران، التي تعاني من حصار أمريكي خانق وتريد أن تجعل العراق منفذ رئيسي لتجاوز هذا الحصار الخانق. يعني أستاذ زياد، أن استيلاء الميليشيات على مخازن الحبوب قضية ليست متعلقة فقط بالجشع والفساد من قبل الميليشيات، وإنما تحمل أبعاد أخرى تتعلق بالأمن الغذائي في العراق. تماما، فالأمن الغذائي، الأمن الصحي، كل النواحي، الوضع الصناعي في داخل العراق. اليوم أي شخص يريد بناء معمل، هذا الشخص ممكن أن يحارب ويعتقل ويتهم بالتعشنة أو يتم فرض عليه أتوات عالية. المهم أن لا يتم بناء هذا المعمل وتوفير المادة التي يراد إنتاجها في هذا المعمل، وكذلك المحاصيل الزراعية وغيرها من الأمور الأخرى. بالمحصلة، الثروة السمكية، الكل يعلم بأن العراق حقق قفزات نوعية في الثروة السمكية خلال السنوات الماضية، ولكن الكل يعلم أيضا بنفس الوقت شاهدنا حجم تعرض هذا المنتج الوطني وهذه الثروة السمكية إلى عمليات تسميم في مساحات وبحيرات شاسعة، وشاهدت ما حدث أيضا. لذلك نجد السيد الكريم بأن الميليشيات إضافة للجشع فإنها تستهدف كل البنى التحتية للعراق وكل ما يمكن أن ينتج في داخل العراق، وعرقلت هذا الإنتاج إن كان زراعي عبر الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى وإن كان صناعي وغيرها من الأمور الأخرى. فالغاية هي إفادة أو استفادة إيران من العملة الصعبة وتصدير بضاعتها الكاسدة المتردية رديئة المنشأ إلى العراق، لأن هذه البضاعة لا يتم استقبالها من قبل دول أخرى بسبب الحصار أولا ولرداءة المنشأ ثانيا. لذلك الكل يحارب، وكل دولة تريد أن تدخل العراق مثل بعض الدول العربية والمملكة السعودية تقوم بالاستثمار في بادية السماوة وتحقيق إنتاج غذائي يكفي العراق. حاربت تلك الميليشيات والأجنحة السياسية لتلك الميليشيات هذا المقترح وعطلته بشكل نهائي، مما جعل السعودية تصرف المملكة العربية السعودية تصرف النظر عن هذا المشروع الهائل الذي سيفيد العراق والمنطقة ككل، وجعل استثمارات زراعية في جنوب العراق. إذن المراد ليس فقط مدينة الموصل، وإنما كل العراق وفي كل محافظات العراق، وهم يعملون من أجل الأجندة الإيرانية فقط. هذا ما يحدث الآن. طيب أستاذ زياد، أستاذ عبد الله سلمان، لماذا يغيب دور نواب الموصل؟ يعني لو أخذنا مثلا ما جرى في العراق، الكثير من عمليات الحرق للحقول الزراعية، تسميم الثروة السمكية، سرقة الثروات الزراعية، الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي خاصة بالسكن توزع على أفراد الأحزاب في العراق وكذلك الميليشيات هناك، كل هذا الاستهداف للثروة الزراعية في البلد. ترى من وجهة نظرك، يعني هل ترى أن ثمة موقف جاد من قبل، لنتحدث عن الموصل تحديدا، من قبل نواب الموصل تجاه ما يجري من استحواذ الميليشيات على مخازن الحبوب وعلى المحاصيل الزراعية هناك؟ هناك نقطتين أساسية يجب أن يعني نأخذ نظر بها. هي الأولى، من هم هؤلاء النواب وكيف تم اختيارهم؟ هذا الجانب الأول. نعم. والجانب الثاني، عموم مجلس النواب هو كشكل صوري لتطبيق أجندات تفرضها القوى الخارجية اللي هي أمريكا وإيران. فهؤلاء يعني حتى مثلا تهميش الموصل واضح، مدينة الموصل لها مندوب واحد، مدينة الموصل كمدينة، والباقي يمكن 32 أو 36 مندوب عن نينوى. كل هؤلاء هم مرتبطين بأجندات حزبية، لم يرتبطوا بأجندات تخص المواطن في نينوى. اختيارهم جاء بطريقة غريبة عجيبة بالانتخابات، جاءت ضمن إطار الأحزاب، وهذه الأحزاب مرتبطة بمشاريع الكتل ومشاريع المنظومة السياسية ل2003. هاي المنظومة هي كلها تعيش حالة فساد، فلا تختلف الموصل عن حالة الفساد العامة اللي موجودة في البلد بالبرلمان وفي الحكومة وكل شيء. فهذه المنظومة وهذا وذول الأفراد لا يستطيعون تقديم شيء، كلهم خاضعين إلى سطوة
سطوة الميليشيات وسطوة إيران وسطوة أمريكا، وكلهم لهم مصالح معينة أخرى. فذلك لا أحد يعول على التمثيل إن زاد أو قل، ولا حتى على الشخصيات، لأنها تأتي من خلال برامج سياسية مرتبطة بكتل سياسية موجودة في العراق يعني. فلا أمل في عملية دورهم، أو والتهميش الموصل مقصود، ليس التهميش هو تاريخي لتاريخ الموصل، لثقافتها، لحضارتها، لمعمارها، هو هذا المقصود، تهميشها وتدميرها، إلغاء الموروث الثقافي العربي الموجود في الموصل. هذه أجندة أساسية إلى كثير من الكتل السياسية الموجودة في العراق. فهذه العناصر اللي موجودة تمثل الموصل لا تستطيع لعب أي دور لصالح أبناء الموصل، لأنها مرتبطة بها نفس الأجندة. الموروث التاريخي يعني الموصل معروفة عنها، هي اسمها الموصل، يعني ارتباط ثقافي ما بين العراق وتركيا وسوريا، هذا مفهومها العام. أين هي الآن؟ الموصل الآن لا تعد من المدن الموجودة. الآن الموصل في غياب تام قانوني وبرلماني وجغرافي. الآن الموصل فارغة من كل محتوى. هذا هي الأجندة التي لا يستطيع الممثل عن 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 الموصل مواجهتها. طيب أستاذ زياد، رغم انتهاء العمليات العسكرية لم تستطع الموصل التخلص من الفصائل المسلحة، لماذا من وجهة نظرك؟ سيدي الكريم، لا شك بأن مدينة الموصل ومحافظة نينوى بصورة عامة هي تمتلك رقعة جغرافية كبيرة وعدد سكان كبير، وهذا يعني أن هناك موارد مالية هائلة في هذه المحافظة. اليوم هذه الميليشيات فقدت جمهورها في محافظات الوسط والجنوب، وأصبحت الآن لديها، ليس لديها جمهور بقدر ما لديها قوة سلاح ترهب به الآخرين وترهب به دوائر الدولة في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل. لذلك هم يريدون مواردات مالية كبيرة لتغطية نفقاتهم وتغطية عملياتهم العسكرية في داخل العراق وتغطية منتسبيهم. اليوم الكلام لدينا عن 120 فصيل مسلح، لدينا أكثر من 100,000 مقاتل موجود، ربما لديهم رواتب من الدولة ورواتب مجزية أيضا، ولكن دائما الجشع سمة هذه الميليشيات التي تريد أن تسيطر على مدينة الموصل. هذا من ناحية مادية. من ناحية أخرى، الكل يعلم أخي الفاضل بأن محافظة نينوى ومدينة الموصل هي مدينة القادة والضباط والعلماء، مدينة تأبى إلا أن تقاوم كل محتل، والكل يعلم ما حدث في مدينة الموصل مع الأمريكان، والكل يعلم تاريخ هذه المدينة التي وقفت أمام نادر شاه الصفوي عندما حاصرها ودك أسفاره، ولكن لم يستطع أن يدخل إليها في بسارة أبنائها. هذه المدينة هي عقدة تاريخية، هي عقدة جغرافية، ولربما ضيفك الكريم ذكر ذلك عندما قال لك بأن الموصل ترتبط مع تركيا وترتبط مع سوريا، وهي حلقة وصل مهمة، وأطلقت اسم الموصل اشتقاقا من سمتها وطبيعتها الجغرافية المهمة، وإيران تريد لها منفذ على البحر المتوسط عبر سوريا ولبنان وعبر العراق مرورا بالعراق. ولذلك نشاهد الآن في محافظة نينوى سيطرة ميليشيات معينة تابعة إلى إيران على قضاء سنجار، وعدم بسط نفوذ الدولة في هذا القضاء المتاخم للحدود السورية. إذن هناك أبعاد جيوسياسية، وهناك أبعاد اقتصادية، وهناك أبعاد تاريخية، كل هذه وأبعاد مالية واقتصادية، كل هذه العوامل توفرت في محافظة نينوى لتتمسك بها تلك الميليشيات بكل قوة. ولا ننسى أيضا بأن تلك الميليشيات أيضا أثرت قبل مدة عندما قامت بقصف مطار أربيل الدولي، وأرسلت رسالة مهمة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية في فيينا، حيث أقطنها. لذلك دائما ما تكون هذه المدينة أو هذه المحافظة مهمة لتلك الميليشيات التي تعتبرها شريان أساسي
في ديمومة عملها التخريبي في داخل العراق، وعملها من أجل استحصال الأموال والسيطرة على كل منافس وكل عقود وكل موارد الدولة ومقدرات المواطن. والدليل سيدي الفاضل، منذ انتهاء العمليات العسكرية منذ 4 سنوات لم تتم إعادة الجسور التي بنيت قبل الاحتلال في عام آخر جسر في عام 1989. هذه المحافظة ومدينة الموصل لم تستطع لحد الآن بناء مطارها الوحيد، إعادة بناء مطارها الوحيد. هذه المدينة لحد الآن بسبب تلك الميليشيات وبسبب الفساد والمال السياسي الفاسد لم تستطع بناء مستشفياتها العشرة التي دمرت أثناء الحرب، وإنما استعاضوا عنها بمستشفيات كربانية. لحد الآن يعاني ابن مدينة الموصل وأبناء محافظة نينوى بصورة عامة بقلة الخدمات أو البنى التحتية، ولم تستطع حتى الإدارات المحلية أو المركزية بناء مشروع استراتيجي واحد، لأن تلك الميليشيات لا تقبل بهذا الأمر ولا توافق على إعادة المطار ولا توافق على إعادة الجسور وبناء المستشفيات. وتحرص هذه الميليشيات الولائية على تخريب كل البنى التحتية وجعل هذه المدينة طاردة لأبنائها، والكل يفكر في مغادرتها ببداية تغيير ديموغرافي، وهذا ما عملوا عليه في مناطق مثل قبة وشريخان وسيد محمد وجلوخان، وهذه المناطق لا يتم موافقة على بناء حتى لو كان لديك سند سكني وحتى كان لديك إجازة بناء. وهذه قطع الأراضي موزعة سكنيا لبعض منتسبي القوى الأمنية قبل 2003، ولحد هذه اللحظة لا يتم الموافقة على بناء تلك القطع رغم كل مطابقة كل المواصفات والشروط القانونية والتعليمات، لكن هذه الميليشيات لا تريد تطبيق القانون إلا وفق أحضائها وأمزجتها، وهذا ما يحدث الآن في مدينة الموصل. نعم أستاذ زياد. أستاذ عبد الله، بالعودة إليك، العراق يطفو على بحر من النفط بالإضافة إلى ثرواته الزراعية الهائلة، لماذا تتحدث الحكومة دوما عن ضائقة مالية؟ ميزانيات مليارية منذ احتلال العراق وإلى الآن، ولكن لم يجد المواطن العراقي من هذه الحكومة سوى أنها لا تستطيع أن تلبي كل ما يريده أو يحتاجه من احتياجات إنسانية متوفرة في كل دول العالم. الهدف الأساس هو تدمير العراق كدولة وتدميرها كمجتمع. هذا التدمير لا يتم إلا من خلال الفساد والفوضى، وهذه الفوضى خلقتها أمريكا عندما احتلت العراق وسمتها الفوضى الخلاقة. هذه الفوضى تركت للعراق في مهب الريح تحت طغيان الأحزاب الدينية وغيرها. هذه الأحزاب لها أجندة في تدمير العراق، فمهما كانت موارد العراق حتى وإن لم يكن ولا قطرة نفط فيه، يمكن أن العراق يعيش منعم وسعيد ومتطور، لأنه النفط سيذهب، ولكن العقول، الإمكانيات، الموارد كلها موجودة. عندنا فوسفات وعندنا مياه وعندنا ثروة حيوانية هائلة وعندنا قدرة زراعية رائعة، كل هذه الإمكانيات ممكن أن تنتقل العراق إلى مصاف الدول المتقدمة كما حدث في سبعينيات القرن الماضي. وصل العراق إلى حالة من التطور راقية جدا، لأنه استخدمت كل هذه الموارد بشكلها الصحيح. أما الآن فالمقصود منها هو تدمير العراق، فمهما كانت الإمكانيات الاقتصادية وما يدره النفط من غيره، تلاحظ أن الفساد هو سمة ودين للدولة صار، وليس صفة حزبية لهذا وذاك، أصبح دين. الفساد دين في الدوائر، في السرقات، في العقود، في البناء. أي مشروع ذات قيمة للعراق يمنع نهائيا، ولا يتم التعامل به، ولا يمكن تطويره، ولا يسعون إليه. هذه الموصل أرض خصبة، أرض سهلية معروفة عنها كل سهولة صالحة للزراعة، وحدها ممكن أن تغطي العراق. هذه الميسان وهذه البصرة وكل مدن العراق زاخرة بالخيرات، لكن المقصود منها هو تدمير العراق، تدمير بنيته الاجتماعية والاقتصادية وتدمير كل البنى التحتية. اليوم لم يبقى مرفق من مرافق البنى التحتية سليم نهائيا، فقط ما تحتاجه القوى الشريرة الموجودة في العراق وما تحتاجه إيران وأمريكا.
هاي المشكلة هي الأساسية في العراق، وهذه هو الفيصل في عملية بناء العراق وتدميره. هي هنا المشاريع المقصود منها هو تدمير العراق، ولا ينفع النفط وغيره، والفساد دين قائم عند الدولة وعند أحزابها. طيب أستاذ عبدالله، نعم اسمح لي أنتقل لأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، قبل أيام أو قبل أسبوع تقريبا لاحظنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات التي انتشرت يتم إتلاف محاصيل كثيرة في العراق، لا سيما محصول الطماطم، إتلافه بطريقة يعني خطيرة جدا، يعني تنم عن عدم إدراك ل يعني مدى أهمية المحاصيل الزراعية حتى في يعني إقامة المعامل التي تشغل الأيدي العاملة، في حين تتحدث الحكومة مثلا عن ضائقة مالية، عدم وجود فرص عمل إلى آخره. ترى لماذا لا يراد للمواطن العراقي أن أو للشعب العراقي أن يحصل على حقوقه، لا سيما في موضوع الأمن الغذائي، ويظل اعتماده فقط وحصرا على موضوع الاستيراد من الدول المجاورة؟ نعم، الكل يعلم الحقيقة الدول المجاورة خاصة ما يقصد بها، نعم هناك استيراد من تركيا أيضا وبعض الدول الأخرى، الأردن، السعودية، لكن تبقى إيران هي المورد الرئيسي للعراق، وتبقى إيران هي بحاجة ماسة لتصريف بضاعتها الرديئة في داخل العراق، ومن ضمنها مسألة المنتجات الزراعية والبيض والدجاج والكثير من المشتقات الأخرى التي تخص المائدة العراقية. نعم، شاهدنا الحقيقة إتلاف محاصيل زراعية كثيرة، وذلك بوجود المنتج الإيراني أو المنتج الخارج من العراق القادم إلى العراق عبر طبعا أستاذ زياد، للملاحظة فقط، يعني شهدت هذه العملية الكثير من العمليات حرق للحقول الزراعية وكذلك قتل للثروة السمكية. نعم سيدي الكريم، سألت قبل قليل أنت جنابك سؤال، قلت لماذا لا يتم استثمار هذه المسألة وجود هذه المحاصيل. نعم، ناهيك عن التخريب والترهيب والأساليب التي تبع الميليشيات. سابقا في العراق لدينا الكل يعلم مصانع تعليب كربلاء، هذه المصانع كانت تغطي بشكل كبير جدا الحاجة إلى المواد الغذائية المصنعة أو المعلبة. كان لدينا معامل حديد والصلب في البصرة، كان لدينا أيضا معامل الزجاج في الأنبار، كان لدينا معامل وصناعة الكبريت في المشراق وحقول الفوسفات، لدينا الكثير من الموارد الدولة التي كانت تستغلها وكانت تحقق الاكتفاء الذاتي، خاصة في فترة الحصار الاقتصادي تم توفير البدائل، وتمت الاستعابة العراق عن المنتج الغربي الذي كان يكلف العراق كثيرا، وحققنا قفزات نوعية في داخل العراق من كل النواحي، من البنى التحتية والصناعات في مختلف الصناعات وكذلك في الزراعة، لأن العراق كان لا يستطيع الاستيراد بسبب الحصار الاقتصادي على العراق، والكل يعلم بأن حبة الحنطة الواحدة كانت تذهب بالدولة وتذهب بالمحصلة إلى المواطن، وهناك قسم منها يذهب إلى الزراعة أيضا في السنوات اللاحقة. كان هناك تنظيم أكثر، إدارة أقوى، طبعا ليست في صدد المقارنة مع سابقا والآن، بقدر ما الحقيقة أن نشخص ما يحدث. لماذا أستاذ زياد؟ لماذا أستاذ زياد تحديدا يعني تعمدا يراد تجويع الشعب العراقي، سواء بعدم توفير فرص العمل أو عدم رفع مستوى دخل المواطن؟ لم تتحدث أي من الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال عن رفع مستوى دخل المواطن أبدا. لا توجد منظومة حقيقية للدولة العراقية، لدينا تركة قبل 2003، هذه التركة وهذه الجهات والوزارات تعمل وفق الآليات السابقة، ولكنها تركت فجوات كبيرة ولا تمتلك حتى إحصائية. وزارة المالية الآن لو وزارة التخطيط لا تمتلك إحصائية رسمية عن عدد الموظفين الحقيقيين في داخل العراق، يعني عندما لا تعلم عدد الموظفين وتصرف لهم رواتب فهذه كارثة. لحد هذه اللحظة لم يحدد
أين صرفت أكثر من 1050 مليار دولار أمريكي منذ عام 2004 إلى 2020. هناك لدينا أموال هائلة لا تعلم الحكومات المتعاقبة وضمنها الحكومة الحالية أين صرفت تلك الأموال. لا يوجد شيء اسمه حسابات ختامية، لا توجد لدينا رقابة مالية مفعلة حقيقية. كل هذه العوامل تجعل من ضياع أموال والدولة العراقية، وهناك تسيب واضح في هذه الدولة من ناحية سيطرة تلك الميليشيات أو تلك الأحزاب وخدمة لصالح الدول الأخرى وخاصة إيران، وهذا شيء أمر واضح. لذلك لا نمتلك أي شيء من هذه المقومات الزراعية والصناعية الآن، ولا يسمح بامتلاكنا الأمن الغذائي والصناعة التي يمكن أن توفر أموال طائلة وعملة صعبة للعراق. نعم، شكرا لك أستاذ زياد. أخيرا أستاذ عبد الله سلمان، لماذا يستهدف المواطن العراقي في قوته؟ الغاية منه إذلال الشعب العراقي، هذه غاية واضحة وصريحة للجميع، يعني لأنه لا يمكن أن تقوم دولة بهذا المستوى بالتعامل مع مواطنيها. لا توجد لدينا دولة، يوجد لدينا أحزاب. توزيع الميزانية توزيع غريب، لا يعتمد، يعني يذهب الإحصائيين عفوا الاقتصاديين إلى أنه الميزانية لا تمت بصلة إلى علم الاقتصاد نهائيا، ويذهبون إلى أن التوزيع هو توزيع حزبي لأموال العراق على الأحزاب من خلال توزيعها إلى المحافظات وتوزيعها إلى الأفراد. فالغاية منا هو بقاء هذه المجموعة على أن يكون على حساب المواطن العراقي، إذلاله واحتياجه وجعله فقير ومريض غاية أساسية بالنسبة لهم، لأنها تمثل وجودهم. إذا أصبح العراقي في صحة جيدة وفي قدرة التفكير وأمن وسلام، بالتأكيد راح يطلب بتغيير هذه المنظومة حتما. ولذلك هم يعتمدون إفقار الشعب العراقي كله من خلال تسويف كل المشاريع الجيدة، ومن خلال فساد إداري عميق داخل الدولة العراقية. بحقيقة لا توجد لدينا دولة، نحن في حالة غياب تام من حالة الدولة. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من كوبنهاغن. ونشكرك شكرا جزيلا أيضا أستاذ زياد السنجري، الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. شكرا للضيوف الكرام، ونشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى حلقة أخرى في أمان الله.